لو سألتني والكثرة من أبناء الشعب أنتم مع ماذا ضد ماذا في الوضع الحالي في البحرين، لجاءك الجواب صادقا وجادا وسريعا: نحن مع المطلب الإصلاحي الذي لا نراه إلا ضرورة من ضرورات هذا الوطن لأمنه واستقراره ومصلحته وأخوة أبنائه وازدهاره وتقدمه. مطلب لا غنى عنه ولا يمكن رفع اليد عنه. مع الأسلوب السلمي الذي هو أسلم الطرق إليه وأقلها كلفة وأحفظها لمصلحة الوطن وأخواته. وهذا الأمر ليس رأي الكثرة فحسب، بل هو رأي كل المعارضة. ونحن ضد إعلام الفتنة وتأجيج الوضع ومحاربة الإصلاح وبث روح البغضاء والحقد بين أبناء الشعب الواحد خدمة للمصالح الخاصة. ضد العدوان وسفك الدم، وأي عدوان أثبته الدليل الشرعي الذي تتعبدنا به الشريعة الإسلامية وترضاه فهو مدان كل الإدانة ومرفوض كل الرفض، ولا يمكن أن نوافق عليه. وتبقى القضية قضية قيام هذا الدليل وعدمه. هل هناك دليل شرعي على ما يقال أو ليس هناك دليل شرعي على ما يقال؟ بمقتضى كوننا مسلمين متشرعين إن شاء الله، نتعبد بالشريعة الإسلامية، بيننا وبين بين إثبات أي حادث هو الدليل الشرعي. ضد التفريق بين الدم الحكومي والدم الشعبي، فهذه النسبة في حد ذاتها لا تمثل فرقا في نظر الإسلام في حرمة الدم، وليس لنا نظر على خلاف نظر الإسلام. فليس هنا من دم أزرق لهذا العنوان، ودم أسود للعنوان الآخر، ولا فوقية لدم من حكومي أو غير حكومي، ولا امتياز على دم الآخر. حرمة الدم واحدة، هناك احترام عام لدم للإنسان، وهناك احترام خاص لإسلام المسلم بين المسلمين، والدم لا يسترخص إلا بإذن شرعي، إلا بسبب شرعي، إلا في حالات محددة، والحالات المحددة هذه إنما تؤخذ من الشريعة. وما يسقط حرمة الدم في الشريعة معروف عند المسلمين، ولا يجوز تعديه على الإطلاق. وحرمة الدم في الإسلام من أعظم الحرمات، ولا تعدي عن العدل ولا أخذ بالعدوان مع مسلم ولا كافر. فحيث تتساقط الضحايا من الشعب بظلم، وأمر القتل والجاني واضح كل الوضوح، وقد يكون القتل من داخل السجن الذي تقع مسؤولية نزاله على الدولة، لا شيء يثير انتباه السلطة حيث يكون ذلك، لا شيء يثير انتباه السلطة أو يحرك ساكنا منها فضلا عن أن يثير غضبها. وإذا كان تحقيق فإنما ينتهي إلى البراءة والتبرير، وإذا وصل الأمر إلى مرحلة القضاء لم يجد الشعب ولو لمرة واحدة أن الجاني في هذه الجرائم قد نال عقابه المستحق. لماذا؟ هل هو حسن الحظ الذي يحالف هؤلاء الجناة في القضاء في كل مرة، وفي مقابل ذلك لا يفارق سوء الحظ الأعداد الهائلة من أبناء الشعب، في مقاضاتهم ولو كانوا من أبناء السن العاشرة؟
هناك حسن حظ دائم وهنا سوء حظ دائم، هناك تبرئة وهنا في الأكثر في الأكثر الأكثر الأكثر، وحتى لأبناء العاشرة تثبيت جريمة وعقوبة مشددة. أسوء حظ أحسن حظ وسوء حظ. وحيث يقتل رجل أمن ونحن لا نسترخص دم أحد، تحدث العواصف والزلازل والبراكين على يد قوات الأمن، وتحاصر المناطق وينشر الرعب والهلع، وتتسع الاتهامات وتدق طبول الحرب، ويزج بأعداد المواطنين في السجون، ويستمر بأساليبه القمعية الخاصة ويستمر التحقيق بأساليبه القمعية الخاصة التي تحدثت عنها التقارير من لجنة التحقيق وتقصي الحقائق والمنظمات الحقوقية حتى تتوفر كل الاعترافات المطلوبة. والحصار الأمني والطوق المشدد على قرية العكر لحادث قتل الشرطي والذي استمر كل المدة التي استمرها صورة جلية من صور الفرق الهائل في التعامل الرسمي بين دم أبناء الشعب الرخيص ودم منتسب السلطة، وأن دماً لا يؤبه به وآخر تقوم له الدنيا ولا تكاد تقعد، دماً لا يطال العقاب حتى شخص من اعتدى عليه مع معرفته، ودماً تنزل العقوبة بآلاف المواطنين بحثاً عن المتهم به، بل خارج دائرة هذا البحث، إذ ماذا بعد القبض على العدد الذي قبضت عليه السلطة وهي تخضعه لما تسميه بالتحقيق، وبعد مضي كل هذه الأيام على الحادث حتى يستمر حصار القرية ما استمر عليه من مدة، لولا أن العقوبة يراد لها أن تكون جماعية وخارج الشرع وحتى القانون، وأن يقدم من خلالها درس عام قد تكثرت الصور والنماذج المتنوعة من مثله على المدى الطويل من عمر الأحداث، وما زاد الطين إلا بلة، وما أعقب الوضع إلا تعقيدا، وما خلف إلا توتيرا في الأجواء وتصاعدا في الأحداث وتوسعة للهوة. هذا التفريق على خلاف العدل وهذا الحصار والعقوبة الجماعية التي عطلت حياة قرية بكاملها أيام ونالت من مرضاها وذوي الضرورات منها ما نالت خارج لغة القانون ومنافية لمصلحة الوطن في النظر الصائب أن هذا الوطن يحتاج إلى انتشال سريع من المحنة، وانتشاله إنما هو بالإصلاح، والإصلاح إنما يملكه طرف الدولة، وهو لا يحتاج مع صدق النية والجدية والميل إلى العدل إلى تطويل مدة ولا إلى كثرة حوار ومقدمات. كل الحاجة إلى سماع صوت الدين والعقل والحكمة والرضوخ للحق والرضا بالعدل والتخلي عما يدعو إليه الشيطان. كلما تتمناه حكومة متعقلة من شعبها أن تهدأ ثائرته، أن يعود لمجرى حياته الطبيعية، ألا يشتغل بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات، وأن يتعاون مع المشاريع الصالحة لو أتت على يدها. وكل ذلك لا شك أنه سيأخذ طريقه إلى الواقع العملي، وستنتهي الأزمة لو فعلت لغة الإصلاح وحلت محل لغة البطش والفتك والتنكيل. طريق واحد لخروج البلد من الأزمة، ليس دونه طريق. فتشوا كثيراً عن طريق آخر لن تجدوا، هذا الطريق الواحد هو طريق الإصلاح السريع
السريع الجدي الشامل الذي يقدمه حلاً كفوراً.